يا أهلا وسهلا، شلونكم؟ شو تكونوا طيبين اليوم؟ وحشتوني. كان عندي شغل وايد في بوتيكات. الحمد لله، لا أخبار حلوة وكل شيء طاقة إيجابية. فشفت هل بوكس كان انصدم منه في كل درجات جولتي. في حين نتكلم كانت اللثة واصلة لين هني، الحين سوالي للحين شوي يعني حمار. سوالي اياهم الدكتور بالليزر المائي اللي ترقبه وابتسامتي الجديدة. anyways سيدي، دشيتكم في موضوع ثاني. شفتهم تشوفوا هو بوكس كامل متكامل من كل الدرجات اللي نحبها، كل الدرجات اللي نحبها، سواء حق شتاء سواء حق صيف، في كل الدرجات، من درجات النود ليل قوامج. شوفوا الألوان شيء مو طبيعي، مو طبيعي جمال البوكس، جمال حجمهم، جمال الدرجات وشكلهم من داخل. صايع طريقة اللبستك، أنا طبعا جربتهم كامل عشان أصورهم لكم، فبراويكم بس شكلهم من فوق. كيوت. شوفوا ببتدي لكم درجة درجة. حلو، هاي هو البوكس وانا بحط درجة درجة. اول درجة اللي هي هذي، مسحتها، الدرجة كانت وقت يعني. هاي الدرجة الثانية، اللون الثالث، واي واي هاي اموت، هاي النود اللي اموت. درجة اللون ترى في الصج الأحمر، الأحمر مو باللي رايح لا على النابي ولا اللي رايح على البينك، احمر احمر. هاي الدرجة وايد حلوة وايد طبيعية حق الصبح، حكي طالع الدوام. شوفوا الدرجة شلون تموت، شو درجة النود يعني في هالبوكس. مستحيل تقولين ما حصلت درجة اللي أنا أحبها، ولا ما حصلت درجات أنا أحبهم. حاطين لكم كل الدرجات، كل الدرجات، من درجات النود، من درجات الغوامج، الأحمر الماروني، العنابي، البني، النود اللي رايح على بينك، النود اللي رايح على بيج، النود اللي رايح على حمار، متكامل يعني يرضي الجميع. والالوان مو طبيعيه وخفيفه، شي شي تمشي تزبده على الشفايف. وسعرهم ولا شيء، يعني فعلا ما يتطوف، يعني حرام تطوفونها لان الكميه جدا محدوده.